تستعد العاصمة الهندية نيودلهي لاستضافة اجتماعات رؤساء وقادة دول مجموعة العشرين في دورتها 18 على مدار يومي 9 و10 من الشهر الجاري، وذلك لبحث قضايا الاقتصاد العالمي إلى جانب قضايا التغير المناخي والأمن الغذائي والبيئة وأولويات بلدان الجنوب. وقد وجهت الهند في وقت سابق من هذا العام الدعوة لمصر لتكون ضيف الشرف الرئيسي لهذه الدورة، بالإضافة إلى دول أخرى من بينها الإمارات ونيجيريا وإسبانيا وسنغافورة. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مقر انعقاد القمة بالعاصمة الهندية نيودلهي موفد التلفزيون المصري علاء رشوان. بعد التحية علاء، أنت معنا مباشرة من نيودلهي. يعني على مدار يومين بتستعد نيودلهي لاستضافة هذه القمة، ما هي الأهداف والمأمول من انعقاد الدورة 18 تحديدا؟ نعم، الهند تسعى من خلال ترأسها لهذه الدورة، الدورة 18 من دورات انعقاد قمة مجموعة دول وحكومات العشرين، والتي ترأستها وتسلمت رئاستها منذ ديسمبر من العام الماضي وتستمر حتى نوفمبر من هذا العام. تسعى الهند إلى تشكيل وصياغة خارطة طريق للاقتصاد العالمي للتعافي من عدد من التحديات والمشكلات والمعوقات التي تواجهه خلال المرحلة الأخيرة. نتحدث عن بطء لمعدلات النمو، بطء لمعدلات حركة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تزايد معدلات التضخم والديون المتراكمة، ليس فقط على الدول النامية وإنما أيضا على اقتصادات عدد كبير من الدول المتقدمة. تسعى الهند أيضا من خلال هذه القمة إلى دعم الصوت الإفريقي من خلال دعمها لانضمام الاتحاد الإفريقي ليكون أحد أهم وأبرز أعضاء المجموعة للمعاملة بالمثل مع الاتحاد الأوروبي. ولمسنا هذا الدعم من خلال تصريحات لمصادر هندية مطلعة أفادت بأن هناك إجماع لدى الدول الأعضاء في الموافقة على هذا الطرح الهندي وهذه المساندة الهندية للصوت الإفريقي. آخر هذه الإشارات التي وردت من الجانب الهندي تصريح هام لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ليلة أمس، عندما صرح بأنه لن تنجح أي خارطة طريق للاقتصاد العالمي دون الاستماع إلى الصوت الإفريقي وإشراكه في صياغة هذه الخارطة، ما يؤشر على موافقة لانضمام الاتحاد الإفريقي ليصبح عضو كامل العضوية في منظومة أو في تجمع أو مجموعة دول العشرين. عدد كبير من الملفات والقضايا سوف تكون مطروحة على أجندة عمل القادة والرؤساء، رؤساء الدول والحكومات المشاركين في هذه القمة، والذي تخطى عددهم نحو 30 رئيس دولة ورئيس حكومة سوف يكون مشاركا في هذه الاجتماع في هذه الاجتماعات. تتشكل هذه الموضوعات من موضوعات تتعلق بدفع وتعزيز القدرات الاقتصادية للاقتصاد العالمي، ومرورا بالتغيرات المناخية، الأمن الغذائي، أمن الطاقة، الطاقة النظيفة والمتجددة، البيئة، وقضايا التعليم والصحة وغيرها من القضايا المرتبطة ارتباط مباشر بعمليات التنمية المستدامة في عدد كبير من دول العالم. هذا يدل أيضا على أن هناك اهتمام متزايد لدى دول المجموعة، ليس فقط بالتحديات الاقتصادية وإنما أيضا التحديات السياسية والجيوسياسية المرتبطة بهذه التحديات الاقتصادية. نتحدث عن التأثيرات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية وتباطؤ حركة التجارة العالمية وغيرها من الظواهر والمعوقات المرتبطة ارتباط مباشر بخارطة الطريق التي يرغب في تحديدها القادة والرؤساء المجتمعين في هذه القمة التي سوف تنطلق في نيودلهي يومي السبت والأحد القادمين. هناك أيضا عدد آخر من الملفات الهامة التي ترتبط ارتباط مباشر بتسوية عدد كبير من النزاعات والتوترات التي باتت تهدد حركة نمو الاقتصاد العالمي، خاصة في مناطق مؤثرة وحيوية بالنسبة لحركة التجارة العالمية، بالنسبة لسهولة انتقال الاستثمارات والتجارة البينية بين دول أعضاء المجموعة من جانب، وبين دول أعضاء تكتلات اقتصادية أخرى حول العالم. هناك أيضا اهتمام متزايد لدى دول المجموعة في توسعة قاعدة المشاركة عبر دعوة دول لتكون ضيوف شرف. نتحدث هنا عن مصر التي دعيت بشكل رسمي لتكون ضيف الشرف الرئيسي في هذه
هذه الاجتماعات بالإضافة إلى دولة الإمارات وأيضا دول سنغافورة ونيجيريا وإسبانيا وهولندا. هذه الدول دعيت لاعتبارات من بينها أن هذه الدول تتمتع باقتصادات ناشئة تنمو بشكل مضطرد، وأيضا باعتبارات أن هذه الدول لديها مساهمات واضحة وإيجابية في تشكيل حركة التجارة العالمية وفي تشكيل خارطة طريق تخرج باقتصاد عالمي قوي يتغلب على كل هذه التحديات سواء السياسية أو الاقتصادية. نعم. التي باتت تواجهه مؤخرا. هذه الاجتماعات على مستوى رؤساء الدول وقادة الوفود والحكومات سبقتها طوال هذا العام عدة اجتماعات تحضيرية على مستويات مختلفة، على مستوى وزراء معنيين أو مختصين أو خبراء أو اقتصاديين، لصياغة ورقة عمل شاملة ترفع إلى القادة المجتمعين في هذه الدورة، لصياغة بيان نيودلهي الذي سوف يقر عدد كبير من التوصيات ويرسم ملامح جديدة لتشكيل اقتصادي قوي يتعافى من التأثيرات السلبية لعدد من الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية أو السياسية الراهنة، ويرسم خارطة طريق واضحة أمام مستقبل أفضل لكل شعوب دول المجموعة وشركاء هذه المجموعة من الدول المختلفة. شعار الذي اختارته الهند لهذه الدورة عائلة واحدة، أرض واحدة، ومستقبل واحد، ما يعكس الاهتمامات التي تبديها دول هذه المجموعة، ويعكس أيضا ملامح بنود إعلان نيودلهي الذي سوف تتمخض عنه اجتماعات هذه المجموعة التي سوف تنطلق يوم السبت وتنتهي في اليوم الثاني مباشرة يوم الأحد العاشر من سبتمبر الجاري. نعم بالفعل، ونحن في انتظار البيان الختامي لهذه الدورة تحديدا. علاء رشوان مراسل التلفزيون المصري كنت معنا مباشرة من العاصمة الهندية نيودلهي.